بملف بيير جميل أنطوان غانم، في شيء جديد؟ زيرو، ماشي ولا شيء؟ ولا شيء. أنت تتهم حدا؟ لا أبدا، لأنه ما بدي أجهل الفاعل الحالي. ما إذا لهلأ ما في شيء، شو بدك تجهل؟ ما بدي أنا، إذا أنا اتهمت حدا طلع مش هو، ما عندي إثباتات على حدا. هلا بالسياسة فيك تتكهن وفيك تقدر بالسياسة كذا. تتهم؟ لا أوكي. لأنه هيدا شيء منه بالسياسة، الاغتيال منه شيء سياسي، هيدا شيء شخصي.